الدعاء للمتوفى بأي دعاء يفتح الله به عليك أيها المسلم. نرجو الإخلاص في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء حتى تلقى أيها المسلم يدعو له. بعد التكبيرة الرابعة دعاء الأحياء والأموات: اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أن يدلل على المستشار عادل في رقبة أولاده الثلاثة: الأستاذ أحمد والمستشار محمد والمستشار عمر. استوى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.